اليوم طبق مميز مفضل من الأطباق المفضلة عندي، شوفوا هالشوفة، البامية. بدنا نعمل بامية مع رز، بدنا ننزل سمنة بلدي تمام ونكسرها بشوية زيت. البامية بدنا نقليها بسمنة بلدي، لما تتقلى البامية بسمنة بلدي بيطلع اشي زاكي وسمباتيك. ننزل معها شوية زيت عشان نحصل على الطعم الصح. ننزل تومة شرحات، نجيب البامية وننزلها مع التومات. بدنا البامية تصير لونها ذهبي، اعملوها على الطريقة هاي بتجنن. كتير راح يحكوا لي احنا بنعملها بالطريقة هاي واحنا بنعملها بالطريقة هاي، كل واحد حر بطريقته وصحتين والف هنا، بس انا بحب اعمل البامية هيك حصرا. زمان كان والد الله يرحمه يجيب للوالدة بامية، والوالدة الله يطول بعمرها ويبارك بصحتها كانت تخيط هالبامية وتعلقها وتنشفها بعد ما تنظفها. فسبحان الله كيف تغيرت الأيام، والله كنا نحب البامية هاي، حتى يعني الواحد نفسه ياكل اللي هي معلقة، اشتهاها الأشياء هاي والذكريات هاي. كانت وقت ما بدها تعمل طبخة بامية تطولها، زيتها بمي سخنة، تسحبها من الخيطان وتزيتها وين؟ فالمي يطبخ لنا إياها. هسا خلص سبب نشتري ننظف ونفرز، لأنها البامية معروفة موسمية يعني. طيب يا جماعة، بعد ما أخذت اللون هذا هيك خلص وين؟ ننزلها على صحن على ورق فاين خاص بالتنشيف هيك، نتركها على جنب. بدي أسوي اللحمة. اللحمة كيف بسويها؟ أنا هاي مجهزها قبل التصوير، راس عصفور، أنا هيك بحب قطعتها صغيرة. في منكم بحب مع عظم بيزبط، من دون عظم بيزبط، بالشكل اللي بدكم إياه. بسلق اللحمة برا على جنب، وهي أفضل طريقة. حلو، بعد ما أسلقها وأطلع زفرتها وأجهزها وكل شيء، بحتفظ بالمرق تبع اللحمة وباجي للحمة. هسه هون بدي أعملها حركة تعطيها طعم زاكي ونعمل فيها الصلصة كمان. هون شوية سمن بلدي وزيت نباتي أو زيت نباتي لحاله، بدي أشوح فيهم اللحمات. ننزل باللحمة، بس بدي أعطيها لون. بعد ما أعطينا اللحمة هيك لون، شو بدي أسوي؟ بدنا نعمل الصلصة. نروح هاي الأكلة، الفلفل الأسود، ما بدنا بصل نحط بالمرة. ليه؟ لأنه أنا أصلاً بشوربة اللحم مسلوقة مع البصل، يعني بإمكانكم تحطوا قرفة، بإمكانكم تحطوا زنجبيل فريش أو بودرة بدكم إياه. أنا بالنسبة لي بحب البهارات اللي أنا بسويها، اللي هي بهارات السبعة، فحط لكم إياها برضو للإحتياط صندوق الوصف اللي حاب يعملها. حط لي شوية بهار، بديش أكتر. يا سلام الريحة كيف صارت، ولون اللحمة بتجنن. هسا إيش بدي؟ بدي أنزل لي عصير لي أنا بين الأربع حبات ثلاث حبات، تنزل شوية عصير بندورة هيك تمام. وبدي ننزل لي كمان حوالي معلقة كبيرة دبس بندورة أو رب البندورة. يعني هون أنا بقدر أتحكم بقوام الصلصة تمام. بدي أحط عليها شوربة مرق اللحم وأضبط أمورها هسا وأخففها بالطريقة اللي بدي إياها. شايفين هاي المرقة سخنة بتغلي، بحط لي حوالي كوب، كوب نص، نص كوب، حسب ما بدكم الصلصة وكثافتها. دنزل بملح حسب ايش الرغبة. مجرد هي غليت الصلصة، خدوا مني هالنصيحة، نصيحتي مجرب، اي صلصة فيها بندورة حطولها بعد ما تغلي بشوي شوية سكر، تاخذ الصلصة من هذا المكان لمكان تاني، بتقعد لك اياه، بترتب لك الصلصة، بترتب لك امورها، ولما تيجي تدوها بتحس انك بتاكل اشي محترمك. طوالي بنزل بإيش؟ في البامية، ونتركهم 10 دقايق ربع ساعة يتسبكوا مع بعض. بدنا نطشلها تومة. طشة التومة ممكن تكون مع كزبرة، بس أنا بصراحة بفضل طشة التومة هيك لحالها. ننزل فيها هيك خلص، من غطيها تتسبك هيك 10 دقايق ربع ساعة بتكون جاهزة.
خلينا نسوي هسه الرز، وبإمكانكم تسوي الرز قبل المرحلة هاي إذا كنتم جاهزين اللحمة زيي. بدنا ننزل شوية زيت، قدر كل كوب معلقة زيت تقريبا. مجرد ما حمي الزيت ننزل بشعرية. بدي أعمل 3 كاسات رز، بدي إلهم حوالي نص كاسة شعرية. مجرد ما أخذت اللون الذهبي بدي أنزل بالرز. الملح هو دائما حسب الرغبة، بس هذا 3 كاسات بدهم حوالي معلقة صغيرة ملح. نحمصهم سوية وسوية. 3 كاسات رز، 3 أكواب مي. المي بتغلي. خايف أو خايفة من الملح ما يطلع مزبوط معاك، عادي دوق لك شوي من مية الرز سمباتيك. أول ما يغلي معي زي هيك بدي أوطي النار على الشمعة على الآخر. بعد ما غطي عليه برجع له بعد 10 دقايق ربع ساعة وبتفقده. يا سلام كيف البامية هيك ما شاء الله كاملة مكملة تبارك الرحمن، صوصها لا تقيل تقيل ولا خفيف بالمرة، وريحتها خيال خيال تبارك الرحمن. خلص نطفي عليها ونشوف شو اخرتها معها. هيك رزنا بعد ربع ساعة اكيد صار جاهز. شوفوا كأنكو عاملينه برز بسمتي، ريحة ولا اروع. المرحلة الحاسمة للتقديم والتناول. طيب هاي الرزات جاهزين على الرايق، قالب كيك طالعة. نتفنن في الرزات. فولي هالشوربات منظرهم بيفتح النفس. يا سلام نجيب الشوربة هيك في النص يا كبارة عشان تكرم الضيف وتكرم العين. أمان طلت ساموني يا أخوان، ملهاش حل البامية، ما لهاش حل، مش قادر أمسك حالي. نقطع من كيكة الرز اللي احنا عاملينها هاي الجميلة هيك مع زر لحمة. الصراحة راح أعطيكم طبعي 100%. لحظة تأمل، مش صح طلع كيف البامية، بس مجرد اختبار توبان. بسم الله. كمان هيك لقمة الكيف مع قرطة فلفل تاريخية. بسم الله. سبحان اللي خلقها، شو بتشهي بتشهي تبارك الرحمن، شو زاكية. بهيك أنا بقدر أحكي لكم خلصنا وصفة اليوم. عن جد إنها وصفة ملوكية من الآخر. وأهم إشي تعرفوه صح، ولا تنسوا دعواتكم لأخواننا بفلسطين وسوريا ولبنان والعراق والسودان واليمن وباقي كل الدول العربية. أخوان اختصوهم بالدعاء ونشوفكم بخير بوصفة جديدة. سلام.